ملف الفساد ملف كبير، وهذا اللي معرقلنا، وهذا السبب ان الحرب الماضيه وسوف يسبب لنا حرب قادمه، وسوف تبدا وزاره الداخليه بالتركيز على قضايا الفساد التي تطال موظفين كبار في الدوله، هم المسؤولين عن الفساد وهم من سوف نبدا فيهم. واصبح الفساد واضح، اللي يقول لي الفساد مش واضح نقول للفساد يمكن ان تراه عبر انقطاع الكهرباء، عبر القمامة المتكدسة، عبر عدم توفر السيولة. الآن أنا وأنا جاي في الطريق يعني مئات الناس واقفين في طوابير من أجل السيولة. الصحة، كورونا انتشر، أين ذهبت مليارات الصحة؟ مفروض الدولة تأخذ حتى بالاشتباه، مش نقول نطلب الدليل، الدليل أين ذهبت المليارات؟ وما فيش إنتاج، يعني خدمات لم تعد تصل مواطن، حقوق لم تعد تصل مواطن. من اللي نقاها الأمن المستبد؟ إذا كان المواطن يشعر بعدم الإنصاف ونجد السمسرة في كل مكان، هو نفس السمسار يدور في كل مكان، وما زال متوقع أن ندفع دماء أخرى لو استمر هذا الحال. إذا لن نتركك تبتز، هذه دولتنا وهدفعنا فيها دماء كل ليبيين.